وهنا الله يعطيكم تيغنيكم والله يفيض خماسكم ويقوي دخيلكم، وتحيه لخوتي المغاربه وكل شيء الناس اللي كيناوين شي غراض لوليدات النجاح في اي مستوى من التحضيري حتى هي اخبار فروسكم. الله ينجح كل شيء، واللي مريض الله يشافيه، واللي باغي الوليدات الله يطلق حزامها، واللي مسجون الله يطلق سراحه، واي غرض بغيتوه الله يجعل ربي يدير لكم الطريق في الضيق. كلكم راه كنقرا الكومنتيرات كل اشنو باغي. المهم انا راه كندعم معكم كاملين، غير الاسماء راني كنسى عليهم. و كي قلت لكم واحد السيد من فرنسا حتى هو تحيه لي دوا معايا البارح في الليل من جديده دكاله، تحيه لدكاله باغي يدير مسكين واحد الوليمه. وبالسبت كاو دينا السبت عامر والحد عامر، عندي اثنين ثلاثه ولا اربعه خاوي، السبوته ديال شهر سبعه كلهم عامرين. المهم قلت ليه فكر باش ما كان ان شاء الله رد عليا، قال لي بغينا عليك الدجاج البلدي ديالك متغمر بالزيتون، وبغينا اللحم قال لي البرقوق داكشي بلدي طبيعي، راه مدور وتنعيب، راه ما كاين غير البلدي، راه ما كاين غير البلدي، راه كاين اللي مشوق للبلدي، وحنا ودي حنا اللي عايشين هنا خاصنا على القلب، ولينا حنا باغيين داكشي ديال الزواق، زوق اودي زوق الازمه وزوق هذا البوكم الجهد مليات الزواق، ما بقيت ندور انا بوكم لعندي، حق سيدي ربي لقيت ندور انا، الدجاج واللحوم. اللحوم الحمراء ديال البقر البلدي، اي ماشي داك الشاروني، البقر البلدي ما كلاودوا. العز بكم والباقي خبولات، مرحبا بكم. هنا ان شاء الله كاينه 30 كيلو، كي قلت لكم هما عندهم سبعه الحطات بثلاثه طيور، جابت 21 طير ودايرين الزياده. وبالنسبه للحم جايبين 30 كيلو، نقولوا 3 كيلو تقريبا في التفصيل غادا تكون ديال اللحم، 3 كيلو جابت 21 كيلو، 3 كيلو في التفصيل جابت 21 كيلو، وهما زادوا 9 كيلو، يعني كاينين الناس في الدار راكم عارفين. بالنسبه للتكريم ان شاء الله باش غادي نطيبوا هنا، وغادي تهز تحط في بلاصه اخرى، في البلاصه اللي تكرم فيها الاستاذ، يعني نقول المؤسسه اللي غيديروا يدوز فيها التكريم هنا باش غادي نطيبوا ان شاء الله. هذا ديال اليوم، غدا ثاني حاجه اخرى نشارككم معكم ثاني الاجواء ديال الغدا. هنا ان شاء الله اللحم 10 الحطات 30 كيلو جابت 10 طباصل، 10 طباصل كياكلوا 100 ديال الناس، وانتم ديما عينكم ميزانكم، ديما ضربوا العمليه، يعني يا اما في زائد يا اما في ناقص. الا عندك 5 طوابل غتجيبي 15 كيلو، الا بغيتي ديري 3 كيلو، بغيتي ديري 2 كيلو ونص ديريهم، بغيتي ديري 2 كيلو ديريهم. المهم حنا لاعبين اليوم على 3 كيلو، عندنا 30 كيلو جابت 10 طوابل. حنا كنغسلوه ونديرو في الكسكاس. هز الفنادق زياد، هاتو شوف، درت الطنجره ودرت البانيو بحال هكايا باش يتسقطر، ومنها حتى الارض ما تعمرش لينا. بالنسبه دابا الفرينات هما زندناهم، الطناجر هما يغلاو صافي باش غادي نردهم ان شاء الله على الفاخر. هنا بالنسبه للعطريه تقريبا عندي 30 كيلو ديال اللحم، غنقول لكم خدمت تقريبا بحال شي نص رابعه ديال السكنجبير، ونص رابعه ديال الخرقوم بلدي، وتقريبا واحد 10 دراهم ديال بسي بسوقة، ولا 10 دراهم، والربع ديال الرابعه ديال البزار بحال شي عاشقه وعاشقه عامره وشي شويه. بالنسبه للبزار هنا درت صاشيه ديال دامه الزعفران كيف ما كتشاهدوا، واحد شويه ديال القرفه، وسميتو درت واحد جوج قبطات ديال القزبر وواحده ديال المعدنوس، طحنتهم. ديما القزبر في اللحم كنغلبوا على المعدنوس، والعكس في الدجاج كنغلب المعدنوس على القزبر، والملح بالطبيعه على حسب الذوق كيف ما كتشاهدوا. وهنا ديما هاد الحامضه كنشدها كنقشرها من الجلفه، وكنحيد لها دوك النواه، وكنطحنها وكنصفيها، وكنخوي العصير ديالها هنا مع هاد الاقامه والزهر بالعامري او ماجي. غادي نطيب اليوم بالزهر، هادشي اللي كاين، وتابعونا ان شاء الله. نتوما راني ما درتهاش، هو السمن حار والزبده والزيت العود والملح. هنا ان شاء الله هانتوما كيف ما كتشاهدوا، هز الفرح فرق وي، هنا غنشرب له في الطنجره باش ما نبقاوش نلعبوا. راه هادشي علاش حنا دابا العضومه كيضربونا، ملي كنبداو نقلبوا بالواحد بالواحد وسط هذاك صافي اللهم كتخوي هنايا على سميتو، على سميتو كنديروا لك المغرفه ديال العود كيجي ساهل.
قسمت هاد 10 الطوابل لان عندي اليوم 3 كيلو في التبصيل باش يطيب لي اللحم تيس ونصيب في الهزان. ديما اللحم ما تدكوش فوق بعضياته باش ملي تجو تحطوا اللحم تحطوه طرف لاقطخوه، ماشي طرف مشتت وطرف هاري لا، وحتى الطنجره ملي تبغوا تشربوها تشربوها. بالنسبه لواحد الاخت قالت لي ابو العبدين اللحم اللي كيطيب لي كيك حال، شوف بنيتي يكون باقي عندك الوقت ديال الحطان باقي معطله، طيبي اللحم على تيساع وما تشربيش الطنجره وخليها مغطيه، ما تعرياش باش ما يضربش في البرد، ما تشربيهاش حتى تقربي يجمعوا الناس مثلا وغادي تحطي عاد تكملي ليها التشريبه ديالتها. شربيها وديما بالمغرف وسقي داك الحيمات وتفكري بباك العبدي غيبقى اللحم كيف ما هو. وديما واحد القليه ملي يطيب اللحم وتنزليه واحد القليه فوق الطنجره وحطي فوق منه الغلاقه قفلي به، شدي عقدي من هنايا من القنت ديال عقدي من هنا وعقدي على اليد الاخرى وخليه باش داك البرد ما يدخلش ليه من الجناب من هنايا ويبقى اللحم كانه يلاه طيب. وملي تبغي تشربي الطنجره حيدي داك القلع وخلي الطنجره بالسميه وخليها تشرب. وديما سقي قاعدي الطنجره مثلا بحال هكايا وهزي لاصوص بالمغرف من ليه وخوي فوق اللحم. هذه هي طريقتي، مرحبا بكم. هنا ان شاء الله هذه هي الطريقه. انا ما بقيتش قديت راه عظم هاد العظومه كيكونوا مسمومين كيكونوا ضاربينهم بالمقدم فرشخين، مازال كان ديال المنشار ماشي مشكل. ما تقولي شي وحده شرم العب الطرف بالطرف، واش انا مسالي الطرف بالطرف؟ ما نجي فين نكمل تشرميل حتى يطيب، الوقت اللي غنبدا نشرمل فيه انا بالطرف بالطرف، الحمر غيكون دخلو طياب. انا كنلعب على الوقت، ما كنلعبش على نشرمل بالطرف بالطرف، ونزيدكم زياده الحمره ما كيباتش ليله كامله. اللحم الا بيتو في العطريه وفيها الماء كيزفار. سير توما اللي التومه اللي كديروا اللحم في التومه في العطريه ديال سميتو، لان اللحم كيطلق الماء ديال الدم ديالو والماء ديالو، وذاك الدم هو اللي كيخنز اللحم. نصيحه من عند باكم العبدي انا راه ما كان شوفوا راه الدجاج في نهارو واللحم في نهارو، راه ما نكذب عليكم نقول لك ليله كامله ولا ليلتين ولا ثلاث سوايع ولا اربع سوايع راه ما كاينش هاد الهضره. مالين بكري راه ما كاينش بحالهم، الطياب ديال مالين بكري لا يعلى عليه، ما كانوا لا ثلاج لا ليله كامله لا حتى شي حاجه من هاد الهضره اللي ولينا كنسمعوا دابا وهاد العطريه اللي ولينا كنسمعوا دابا وهاد المشاكل اللي ولينا كنسمعوا دابا. من نهار دخلت هاد العطريه ودخلوا هاد المصائب ودخل هاد الزواق وهاد البريستيج السبيطارات عمرو، بنادم مرض، السرطان انتشر، الكوليسترول انتشر، ركابي زحفوا منهم العيالات والرجاله، ظهور عواجو، الكبده الشحمه الثلاثيه. ومالك اختي كولي من يد باك العبدي وديري بحال باك العبدي، الطياب ديال الاولين جدودنا ووالدينا راه ما كاينش بحالو، ماكله ودواء. راه اخويز ديال المحراش ديال الشعير وديال الدرا وكويز ديال اتاي وبنادم يكسر يجبر عظمو. خليني من داك الزقاق اللي كيتشرى من 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 مرج، الله يسهل عليكم اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، انا ما عندي سوق. المهم انا انتوما طيب باكم العبدي، شوف انتوما راني رقدت الحم 13 عام، هذا 13 عام ومرقد. هنا هذا هو الطياب البلدي كيف ما كتشاهدوا. تحيه لواحد السيد محمد من فرنسا ولد دكالي من دكاله، عيط عليا قال لك باغيين يديروا من ورا العيد شي زرده عبيناتهم خوتو برا باغيين يتجمعوا، قال لي بغينا عاد دجاج بالزيتون واللحم بالبرقوق ابو العبدي ما بغينا. قال لي راه حنا عندنا طريطورات بلا والي الله يسهل عليهم كاملين. قال لي حنا بغينا داك الطياب ديالك انت البلدي وديك العفويه ديالتك وديك البساطه ديالتك هي اللي خلاتنا قال لي نتبعوك ونحبوك فينا. مرحبا بكم، زيد الفنان هنا خطي عليا الفنان اخوتي، هادو راه واحد الفراير جات شاطوا لي هنا باش ما نزحمهمش. ها اربعه الفرارج درتهم في الطنجره ما نخرجوا والو بتخوتي، يعني خطيكم عليا. شوفوا الغسيل، شوفوا نظام الفنان، الغسيل والتشلال. باكم العبدي راه حدا سيدنا جبريل، سيدنا جبريل، الله الله عليك سيدنا جبريل، على اللي حك عليا يتحك، غندير ليه فاتحه هنا في سيدنا جبريل. المهم مرحبا بكم انتم الحي اللي داري. روغي الفنان، روغي 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 انتم الزيتون. صافي سير، فرينات فين؟ الدنيا تبارك الله، الزواتن، والبت خويتي، راه عاد الزيتون تبارك الله. شوف شوف الزيتون غادي هذا العام غنجيب برميل. والفنان نهار السوق دخل يجيب لي 30 برميل. هذا هو الكراج فين خدامين. ايوا صافي ان شاء الله. المهم كراج الدنيا راه كتجيب لي الفنان رغمت فطورنا هوايا اللي فطرنا منو قلت له غطوه وخلوه حتى نسالي ثاني نطيب نرد الطناجر ونرجع نقرش الفويمه، رجع الشوكولاته ديال الامارات ورجع ثاني البيستاج وشغلي. ومرحبا بكم عندنا.
هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا هانتوما اللحم راني قلبته مزيان ودرت ليه التمريقه ودرت ليه البصله. البصله كنقطع كل بصله على اربعه وكنلوحها، ما كنشلضهاش وما كنطحنهاش باش ما كتزفرش ليا داك اللحم. انا الحاجه ديالتي فيها غير المذاق ديالها باش تبقى ليا ديك القطره زوينه في بالنسبه للحم. صافي هنا كنغطيه حتى يطيب. بالنسبه للدجاج راه حنا ثقبناه درنا ليه الزيت. صافي اللحم ها هو يلا خذ حتى هو كيف ما كتشاهدوا. صافي ان شاء الله البصله راه سيره كتشلض. البصله كنقاو فيها انتوما تغسل تشلض. هنا ان شاء الله الدريات اللي كتسولوني كتقول لي بو العبدي كيفاش هو الفنان راه تبدا طالع عندي شي وحده شي مغيره لا شي وحده. هانتوما العنب شوفوا العنب كيولي هكا العنب كيطلع هكا العنب كيطلع وكيتقرد. ها شوفوا العنب ها دابا حنا الدجاج كيبان لكم ها هو الدجاج طاب. هنا الدجاج طاب شوفوا العنب. هنا كنبسم علينا واحد الطنجره واحد شويه وكنشد المغرف المغرف وكنقعد الطنجره من الليل كيفيد البلول من الليل وكنبدا نخوي عليه من الفوق. الدجاج راه ما قلبتوش الدريات الدجاج ما قلبته ما والو ما خل... اه من الديبار خليته على صدرو كيف ما كتشاهدوا من الديبار على صدرو. وهنا باش كنعرض الدجاج طاب شوف شوف هنا هاد الاصبعي كيدخلوا هنا في هاد الفخيدات هنا شوف ملي كندير صبعي هكا صافي الدجاج راه طاب. ديما العنب جوج صبا عاد قطعو جوج صبيعات بحال هكايا عاد قطعو العنب باش ما يتشركش لكم. الاغلبيه ديال الناس كيكفروا في العنب من هنايا ملي كتكفري كيتحل لك الظهر كيتحل ملي تجي تهزي الدجاج. ديما على صدرو والنظافه راه ديما من الايمان ديما تشطاب ديما تشطاب وديما غسيل الحمد لله وكلشي الدنيا نقيه. وهنا بالنسبه للوز اللوز راه حنا صافي دابا باش غادي نفسخوه ديال اليوم وديال الغدا. كيلو اونص ديال اللوز يعني قلت لها كيلو المهم جابت السيده واقيلا كيلو اونص قلت لها فايت كيلو قلت لها غادي نخدموا منه اليوم وغدا. البرقوق راه الفنان حطي له هنا البرقوق ان شاء الله البرقوق يكون من النوع الجيد برقوق ايمان برقوق ايمان هذا ماشي اشهار المهم اي مارك يكون زينه. وهنا هانتوما هذا المشماش كيف ما كتشاهدوا المشماش وهادو هما مقطعين بناصي والبصله هي مشنفه مقاده. صافي باش غادي نديرو نزلو الدجاج ونديرو الدغميره. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا بعد ما حيدت الدجاج هالبصله غتسولوني شحال البصله في 30 كيلو مثلا في 10 الحطات غتكون تقريبا هنا شي 6 7 كيلو ما فتهاش تقريبا لان انا عندي البصله خدمت غير معاينه عندي البصله كثيره. البصله هي هادي راه خديت غير من الشبكه قلت لكم خديت تقريبا. وبالنسبه للحم اللحم ما كنستهلكش فيه درت شي ثلاثه الكركوبات في الطنجره حتى الربعه على حسب مقطعين فهمت هذه الطريقه. صافي وكنعطيهم نعطيها العافيه. هنا المشمشه هو السير والزهر والزبده والقرفه والماء والسكر او السنيده. هنا بالنسبه للدجاجه هو حيدته صافي باش غادي يتسقطر ينشف ونديرو تحت الطاوات تحت الفرينات راكم عارفين الطريقه. هنا ان شاء الله هانتوما الطنجره اللي كتخوى كتغسل الجرحه بديت واحد الدري ويقول لي عزيز قلت له لك ديرها مجروحه كاينه كاينه جي داويتها كاينه الكولا سبيسيال لقيتها هنا عند الناس شديتها خويتها عليها ما كتحرق ما والو ولكن كتسد ديك الجرحه والله العظيم الا بخير وعلى خير. هنا هانتوما جيكس والفوني كاين لا صابون هندي لا خميره لا باكو هندي وحكه. صافي الطنجره اللي كتخوى كتحك في دار العرس الحبه والبارود من دار القيد راه هذا علاش انا كندي ما يعني نقيم عند الناس هكا يعني. وقع حتى هويا ديما المعينات يبقاو نقيين وما تحقروش كاين اللي كيدخل اي برقي يدور عينيه يشوف طياب اش لابس يشوف شنو معنو يشوف يخرج يشد الصالح ما عندوش باش يجمع ايوا الطياب ما سخون معنو ما سخين حالتهم ما سخا شنو جاي معروف
راه جاي غنخدم، راه الله يكون في العون، ولكن الانسان الا كان دماغه نقي غيكون نقي في حالته وغيكون نقي في الهيئه ديالته وفي مهنته وفي كل شيء. كيجي تكلفانا تبارك الله اليوم راه النوبه فيا. غدا النوبه فيك. صافي بنت خويتي راه هذاك النهار كانت فيها النوبه. صافي ولطيفه راه كانت غايبه يلاه جات. غنبداوها معنا نلقاها في ان سبيل ان شاء الله. باقي فيها العيال. باقي فيها العيال الله يكون فيها العيال والصغير. السبيطار فيها تمام. ايوا اش غدير؟ سعداتها كما كان الحال سعداتها. ياك نعرف نحك. هاو. ما تقدوش عليا يا رنا عزيز يا ما تقدوش عليا هذيك اللي ما تحملنيش وما تقديش عليا الا جيتي عدي نحكك بالجيكس وما تقديش ديال السلك ماشي هذا هذا رطب لا سي فنان خليني نوريها الله الله عليك الطيطيش نحكك بهذا يا ناري وحده غتعاوني انا بتخوتي قرشان نهار الجمعه نشري لخويتي قرشان لطيفه غنشري لها الخرخان صافي هنايا ندير لها اوني هاتي المسمومة باهي مزيان الفنان باهي الماء هاتي المسمومة الحاصل تبارك الله عليك هاتي المسمومة والمسمومات والمصايبنات اشوفوا سيدكم شوف اشوفوا لا غادي يتسنى ولا حضر يدنا اشوف اشوف القاع بلاش انا ايمه بلاش القاع بلاش اشوف القاع ها ميمي انا دي نقول راني حادقه هاي الحداقه كتفرق لا الله لك اسدي ربي الله هاي اخبار فروسكم مي حباب عبدي وليداتي اخوتي مهماتي صحاباتي كلكم العز بكم الله يحفظكم ويدمركم ويسر اموركم انا كنبغي نخلقوا معكم هذه هي خدمتنا هادو هما كواليسنا هاي هادو هما كواليتنا كاين المره كتقريب لك برما كاين المره تقلعك مقراش كاين المره تضربك الطنجره والناس ضربتني الطنجره هنا هنا ها هي وارمه يعني غادي خفيف ضربتني الطنجره للرجل ايوا اش غنقول هنا كاع ما نسيرك محروق انا كاع ما ندوي الصبع هوايه ايوا الحمد لله كلشي زين هادشي اللي عطى الله يلا تابعونا ان شاء الله هنا ان شاء الله الدغميره ها نتوما كيف ما كتشاهدوا البصله هي طاحت ها كتذوب صافي هنا ملي كتولي دير هاد الفقاعات كنزيدوها الزيت النباتي ولا صوص الاخر ها هو سير كيشرب كيف ما كتشاهد انا المهم عندي الدغميره الا بغيتها تنجح هو هاد البصله طيح هاد البصله خاصها تعلق تلصق في بعضياتها الا درتوها في لاصوص كثير ما كتعطيكمش الطابع كتبقى تلعب وسط داك البلول وتحرك ديما تحرك بهذه بحال هكا صافي هنايا ان شاء الله اش غادي نزيدها غادي نزيدها الزيت تقريبا واحد على حسب الكميه واحد هنا واحد 4 لتر تقريبا شي 4 لتر رابعه لان درت الزيت انا في الاول غير هاد البصيله هنا كتقلى كتشرب ديك المويه وكتبقى غير الزويته ريتها ما كيشرب هذا وغادي ندير فيه دوك القنيصات ندير فيه هاد القنيصات ان شاء الله وتابعونا بالنسبه للوز ها هويا كيف ما كتشاهدوا صافي فسخناه احنا البصله الا قعدت تشيطت كتجي الدغميره مره انا ما كنديرش وسط منها الكبده الكبده كنديرها مع القناصي هنايا قشاوش الدغميره ديال الكبده بحدها بلا عناق بلا قنصه كتجي مره واحد الاخت كتبات لي قالت لي بلاش
بلاش تاكل القنصه، والقنصه هي كل شيء. انا باك العادي كناكل على القنصه، ما كناكلش كبده كاع في الدغميره والله ما كنحملها. وبكري مالين عبده حنا ما كناش كنديروا البصله في الدجاج، كنشربوا هاد لاصوص ونديروا ديك القشيوشات، هذه هي دغميرته، هذه هي الدغميره ماشي البصله. انا ما كنكثرش، انا كنشوفهم ماشي كنتفرج فيهم، كنشوفهم على المباشره من بكري 70 كيلو 60 كيلو ديال البصله نوحلو عفت نقيسها. صافي هنا ان شاء الله المشمش ها هويا بنت خويتي، راه سيره كتقلب في الدجاج الاولى راه ردتها. هنا البرق وقحه هويا، صافي طاب سيره. هنا الفنانه هي سيره كتحيد في العلفه هانت ديال الزيتون، كنحيدو من العلفه باش كناخذو من داك لاصوص ديال الدجاج وكنديروه وكنديروا عليه واحد الطوبه ديال السكر كيجي زوين. وانا راه باقي كنحك في المواعن هانتوما، انا راه باقي سير كنحك، هادي راه حكيتها باقي ما بسال. لا هادي صافي حكيتها، حكيتها الله يا باباها، ما كاين عديني معاك، اللي تحكت تحط في الشمس. هنا صافي اللحم هو طاب كيف ما كتشاهدوا، كيبان لكم معسل. ممكن ديروا لي واحد الرشه ديال السنيده من الفوق كيف موالين بكري. هنا الدغميره انا تزيتها كامله، جمعتها وخليتها فوق الفاخر، قنيصاتها ببصلتها بكل ملعقة. الدجاج حنا بدينا نجمعو فيه محمر كيف ما كتشاهدوا، اللي بقى هو دابا باش غادي نحيدو كلشي. صافي ان شاء الله ديما بسمو الطنجره بحال هكايا اللحم، بسموها باش كتعطي داك الكولور، كنقولوا حنا محمر، كيبان لكم اللحم محمر لون مارو، ما يكونش كحل. وملي تخلو مثلا يكون عندكم باقي الوقت ما غتحطوش، ديما سدوا الطنجره وسدوا عليها بشي حاجه ما بقيتوش تحلوها. صافي ونزلوا. دابا بالنسبه لي انا غادي نحيد الطناجر نهبطهم وتابعوني. هنا بالنسبه للوز، اللوز هو ديما بالزيت بارد، تخلوش يتحمر بزاف لانه كيكمل تحمارو في ملي كتحيدوه من الزيت كيكمل التحمار ديالو. صافي هنا باش غادي نطفي على البوطه، نطفي عليه. صافي طفيت عليه البوطه، خصو يكون ذاهب ما يجيش كيتحرق، الا خليته في الزيت كيتحرق. صافي ان شاء الله نتلاقاو في طبق التقديم، ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم. وراح نحدا سيدنا جبريل، الله عليك سيدنا جبريل، وليت بكري النيه، عيالات ديال زمان ورجاله بكري يتلاقاو مع الجماعه تيقولوا ليه داك راه هو سيدنا جبريل. وتحيه لسي بو جمعه راه يصلي الظهر، الله يحفظك كدير بخير، الله يحفظك ربي يخليك. المهم ان شاء الله تابعونا ومرحبا بكم، والعز بكم وكل شيء، اي والباقي خبولات. المهم مرحبا بكم. هنا واحد الاخت قالت لي بو العبدي شنو هو حمام مريم. حمام مريم ابنيتي تعالي اجبت خوتي زيد، انا غنوريك حمام مريم شنو كاين. يعني هو انني كنا هزي هزي بسم الله، حطي كتاخذي طنجره كديري فيها الماء، طنجره فيها الماء، الماء كتحطيها فوق الفرن ولا فوق فاخر بحال هكايا. ديما ديروا الطنجره ما ديروش البرمه، البرمه ماشي كونفيونس، لا ربما تهرس لكم شي رجل. بالنسبه لي انا عندي رجلين صحاح يعني متاكد منهم. هنا الدجاج ها هو في الطنجره ماشي في الكسكاس، واحد الاخت قالت لي واش كسكاس؟ لا طنجره، الكسكاس غيفور زبد خوتي. هنا هانت هذا هو حمام مريم، كديروا كنحط الدجاج في الطنجره مباشره باش يبقى داك الصهد كيرجع عليه، كيرجع يبقى لي الطنجره سخونه وعاطيه الدجاج سخونيه، هذا راه يبقى نهار على قدو، شي نهار على قدو ما يخسر ما والو. صافي هانتوما اللحم راني حطيتو، هذه هي واحد شويه غنحطها. الدغميره هي هذه بنت خوتي، راه سيره كتبدل في الماء الموسخ من النقي. وتابعونا مابقى لينا دابا نتلاقاو كي قلت لكم في طبق التقديم. هنا ان شاء الله دابا بعد ما طيبنا كيف ما كتشاهدوا هزينا كلشي في الطوموبيلات باش المتتبعين يشوفوها. غادي نبيبوطتنا بفرنواتنا
والطناجر هذه فيها الدجاج محمر، هذه فيها الدغميره هي قفلتها، صافي هذا الشيء اللي كاين، وتابعونا ان شاء الله حتى نحطه. والله الله عليك سيدي جبريل على الغدار ثمان فيه العلامه والمسمومات. احنا ان شاء الله احنا خرجنا باش نخرجوا من الجمعه ان شاء الله ثلاثاء، طريق ثلاثاء سيدي عيسى او ثلاثاء سيدي عيسى. جيبوها وجيبوها وجيبوا الكفر يا بالله، مهرسة قرعية راس البامة بيا ورانا كبرا وجهي اي 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 هنا المؤسسة فين غيتكرم الأستاذ مصطفى الشمسي إن شاء الله. مجموعة مدارس ثلاثاء سيدي عيسى. وهنا بعد ما وصلنا كيف ما كتشاهدون ان شاء الله هنا في غادي تكون حفل التكريم، تحية للأستاذ مصطفى الشمسي وتحية للأساتذة والمدير المؤسسة وجميع الحضور وحتى التلاميذ ما نساوهمش. وباكم العبد يراف اي على القمة، أنا الأول، مرحبا بكم، العز بكم. هنا اعترافات حفل تكريم الأستاذ الفاضل مصطفى الشمسي، اعترافا وامتنانا لجهود في سبيل تربية الناشئة وتقدير الدور الفعال. لقد أخلص ووفيت، فني الاحترام وتقدير الجميع مع تمنياتنا لكم بموفور الصحة والسعادة. هنا إن شاء الله قبل ما نحطوا الدجاج واللحم غادي ندفعوا الكسكسو. الناس يعني الأساتذة كلها وجاب قصري ديالو التكريم ديال السي مصطفى الشمسي. المهم هالكسكسو إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا غادي ندفعوه وندفعوا الدجاج واللحم ثلاثة الماكلات. احنا ان شاء الله وصلنا للمؤسسه اللي غيكون فيها التكريم ديال السي مصطفى الشمسي. تحيه للعائله الكريمه والحضور الكريم والناس اللي واقفين معنا والعائله الدوميته هما ما نساوهمش راهم حاضرين. بالنسبه للدغميره ها هي يا ردينا كل شيء سخن، غيكون عندنا 8 طواب ان شاء الله. بالنسبه للحم ها هو، بالنسبه للبرقوق، المشماش، الزيتون، والدجاج بالطبيعه ها هو محمر مقاد، كل شيء وصل سخون. ديما كسرونا كتعاونكم وهذا الحساب باش يعني الارض تبقى نقيه. كيبقاو نقيين بحال هكا بهذا الشكل. ضروري الانفيليسيون ديال البصل، ضروري الانفيليسيون ديال البصل. هنا دابا ان شاء الله واش غادي نديرو الزيتون مع السوق، الزيتون مع السن مع الدجاج كيف ما كتشاهدوا. فينيسيون ناعمة جناب في البصل. شوف شيفونا تبارك الله على السي عزيز. الله يحفظك، الله يبارك فيك. تحية العائلة الشمسي مصطفى الشمسي والأبناء ديالو والحضور والأساتذة والمعلمين والمديرين والمفتشين، هاي وزارة التعليم كاملة، كلشي على وزير التعليم. تحية لكم، تحية للمسؤولين الكبار ديال الدولة، تحية للناس اللي كنتواصلوا معاهم، الجالية، الشعب المغربي من طنجة للقويرة ومن وجدة حتى للصويرة. تحية لخوتنا المغاربة أينما كنتم وأينما حللتم وفي جميع بقاع العالم.
هاي وفي جميع بقاع العالم. المهم نتمنوا الفيديو اعجابكم يرضيكم، ما تبخلوش عنا باللايكات وبالاشتراكات وبالبارطاج وبالبنيات. البنيات زعما هو داك الابوني، والناس اللي كتسولوني كتقول لي راه الاشتراكات مع يعني اذا الفيديوهات مابقاش كيطلعوا حذفوا الاشتراك وعاودوا، راه اليوتيوب داير معايا الضب. ملي شافني الحمد لله طالع في النيفو كيحيد لي داك الاشتراكات. المهم مرحبا بكم وتحيات سي مصطفى الشمسي، الله يجعل التكريم بارك مسعود عليك، الله يجعل الصلاح في الدريه ديالتك، الله يحفظك لينا، الله يخليك لنا بركه. هذا الشيء اللي كنتمناه. مرحبا بكم. هنا بالنسبه للشكل النهائي ديال اللحم ديالنا كيف ما كتشاهدوا هو هذا، ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. قلت لكم الله يجعلوا تكريم مبارك مسعود ولجميع المعلمين والاساتذه، والله يوفقهم في العمل ديالهم وفي المسيره ديالتهم وفي وليداتهم، وتحيه لهم من هذا المنبر. ومرحبا والف مرحبا بخوتنا المغاربه. استاذ المدير العلامه، كل شيء على المدير. تحيه للمدير علامه، شوف لا خاصك شي مفتش انا موجود، نجي ندير لهم ديما التفتيشيه، شي واحد يكون بيت ثالث ولا شي حاجه نفتشو. الله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع. هنا الديسير انتم كيف ما كتشاهدوا هو مصور، تبارك الله وصلى عليك. والمسمومات شوفوا الاداره اش حدات ليا، وشوفوا الاداره والمعلمين شوفوا اش حداو لباكم العبدي. والمسمومات هانتم السم، شوفوا الورد هانتم، ها البياض ها الغوز ها الاحمر. مرحبا بكم خوتي المغاربه، بوكم العبدي في الممشى معزوز. ابو يا ابو جيبوا الزين يا عبده، تنطل الميلس قالت له جيبوا الزين يا عبده، والزين راه كاين عف عبده. والمسمومات راه انا اللي زين، اهبات خواتات يا انا يا ناو، بايدهم حال يا سيدي. عليكم